لا إله إلا الله الحي القيوم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ربنا اشرح صدرنا ويسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا من عندك وأفرغ علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم أنزل هدايتك ورحمتك وبركاتك علينا وخصوصا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة